مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من صباح الشروق. مساحات نتمنى من خلالها أن تنال الرضا والاستحسان والقبول. أهلا وسهلا يا لينا، صباح الخير. صباح النور يا حمزة، صباح السعادة والجمال أكيد على كل المشاهدين في كل مكان، متابعي شاشة قناة الشروق الفضائية. أهلا بكم صباحا في هذا اليوم، وسعيدين جدا نكون معكم في إطلالة جديدة مختلفة. ووين ما كنتوا بتتابعونا وبتشاهدونا، خليكم حريصين أنكم دائما تستمتعوا بكل الفقرات والبرامج الصباحية في صباح الشروق. صباح كيف الليلة مع الغيم بإحساس الخريف والجمال الرائع ده. الصباحات ندية وجميلة، ودائما يعني في الخريف الناس بتستمتع أكثر بالصباحات، ومع الأزمات الموجودة في السودان يعني من ضمنها الكهرباء كل يوم بيجد بتقرق كل الأسر السودانية صباحا ومساءا، فالناس شوية كده في الجو ده بتلطف لهم الجو شوية كده وبتبعد عنهم الشاحنات والشحنات الكبيرة اللي بتكون صباحية، لكن لربما برضه غيمت سحب الحزن سماء السودان لفقد عظيم جدا وجلل كان بالأمس يا ليلى. نعم، احنا فقدنا بالأمس دكتور مريم عثمان أحمد البشير، أستاذة بيانو أو في كلية الموسيقى والدراما، أيضا هي عضو فرقة السمندل سابقا وعضو فرقة كورال الموسيقى والدراما لها الرحمة والمغفرة، وكان لها فصيح جناتي العلا. دكتور مريم عثمان أحمد البشير موسيقية رائعة ومتميزة، وتوفت أمس أثر علة لم تمهلها طويلة. إذن نعزي أنفسنا ونعزي كل الأمة السودانية في وفاة هذه الدكتورة، فقد جلل وعظيم جدا. تحية أيضا نعزي أيضا قبيلة الموسيقيين والفنانين في السودان. إذن نواصل معكم دفقنا الصباحي الحي والمباشر. يا جمال دنيانا يا جمالا الحبيب معانا يا جمالا، يا جمال دنيانا يا جمالا الحبيب شديدة، المحبة شديدة، الغرام مريدة وأملنا. جمال دنيانا جمالا الحبيب معنا يا جمالا، thank you.
جمال.